ومعنا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الله السناوي. مساء الخير يا استاذ عبد الله، مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. حضرتك هتعال يعني التشكيل الوزاري اخباره ايه بالمناسبه دي؟ يعني احنا يعني اولا تعبير، يعني في عده تعبيرات اتقالت على هذه الحكومه انها حكومه لا صلاحيه. المجلس العسكري الحقيقه والمشير نفسه اتكلم عن حكومه انقاذ وطني، وقالوا ان في مجلس استشاري للحكومه وللمجلس العسكري. الحقيقه دي عباره، يعني هذه العبارات انا بعتقد للاسف الشديد كانت مخادعه على حد كبير. نفس الوجوه القديمه، العقليات القديمه، معظم حكومه شرف بقت، واعتقد انها بقت بتعليمات المجلس العسكري. فاذا نحن امام رئيس حكومه منزوع الصلاحيه، والكلام على انه عنده صلاحيات رئيس جمهوريه، يعني هذا كلام يعني لا يعتد به الان. احنا بنتكلم على 12 13 وزير من حكومه شرف باقو. صحيح. رئيس الوزراء المكلف تحدث قبل فتره انه ما عرفهمش وغير متعرف عليهم، في حد عرفه عليهم وبقوا ومجموعه من البيروقراطيين. طب خلينا بس نذكر للناس يا اتوا الى الوزاره، بينما كنت صور انها حكومه سياسيه وحكومه ائتلاف وطني حتى تكتسب صفه حكومه الانقاذ الوطني. انا طيب. بعتقد ان في احباط كبير اليوم في مصر من مثل هذا المستوى من الاداء الحكومي والتشكيل الحكومي، واستطيع ان اراهن منذ الان ان هذه الحكومه لن تبقى طويلا. خلينا بسرعه بس نقول للناس يا استاذ عبد الله، بس نقول للناس سريعا مين هم الوزراء الباقين او الباقون. عندنا منير فخري عبد النور عن السياحه، عبد الله غراب وزير البترول، محمد عبد القادر سالم وزير الاتصالات، محمد عبد الفضيل الاوسي وزير الاوقاف، محمود عيسى وزير الصناعه، محمد كامل عمرو وزير الخارجيه، هشام انديل وزير الري، دكتور جوده عبد الخالق وزير التموين والتجاره الداخليه، واعتقد ان هو زود هنا التموين مش كده؟ رجع التموين مره اخرى، اسامه هيكل وزير الاعلام. والحقيقه انا كنت اتوقع ان وزاره الاعلام دي تتشال خالص، لكن اظن رئيس الحكومه المكلف يعني ابلغ بعض معارفه او بعض الاعلاميين انه قد الغى او بصدد الغاء وزاره الاعلام، وبعدين فجاه رجعت وزاره الاعلام. هذا معناه ان مجلس الوزراء الجديد ورئيس الحكومه المكلف مش بنتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهوريه، احنا بنتكلم عن سكرتاريه جديده للمجلس العسكري. هذه الحقيقه. يعني معنا حسن يونس باقي وزير الكهرباء والطاقه، وده طبعا من زمان قوي. الوزيره فايزه ابو النجا وزير التعاون الدولي، وهي وزيره قديمه يعني منذ وزارات بعيده. صلاح يوسف وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. لسه بتالي في مشاكل في وزير الداخليه مش كده يا استاذ عبد الله؟ انا بعتقد، وبعتقد ان هو كلف اللواء قناوي وبعدين يبدو في اعتراضات عليه فاجل الامر. يعني اذا رئيس الوزراء بيراجع المجلس العسكري كل التشكيلات، بينما الذي قيل لنا انه له صلاحيات رئيس الجمهوريه كلها التنفيذيه، يعني ما عدا الامن القومي والمسائل السياديه فهو له كل الصلاحيات. احنا قدام وضع الحقيقه، يعني انا كنت لا اتمناه للدكتور الجزول، يعني انا كنت صار انه شخصيه حازمه لديه خبره اكبر باداره الدوله. فاحنا ابتدينا نتكلم، يعني بنتكلم يعني مع الاحترام جدا للسيده المرشحه لوزاره الرياضه رانيا علواني، لكن احنا ما بنفكر لوزاره الشباب فين شباب الثوره وفين قيادات الثوره. وبعدين حتى الحقيقه مع احترامي الوزاره الجديده خاصه بمصابي الثوره، الحقيقه انا كنت بتصور ان نجيب الدكتور محمد شرف الذي اشرف متطوعا على علاج يعني مئات المصابين وتبعهم بجهد فردي تطوعي. يعني انا بظن الناس دي، وفي كتير جدا الحقيقه، يعني يصبحون هذه المهمه مش بالقضية بالمعارف والمحاسيب، يعني الحقيقة يعني طب الحقيقة هو النهارده الدورة كان الحقيقة يحتاج إلى يعني اختيارات أفضل بقى احترام كل الأسماء. طب يمكن هم دول اللي قبلوا. طب هو النهارده قابل في الداخلية أيضا سيادة اللواء محمد صلاح زايد، وقابل مين كمان يا جماعة؟ اللي هو محمد يوسف ابراهيم، وهو في تصريح للدكتور الجنزوري بيقول ان هو قد يعيد النظر في بعض المرشحين من الاسماء. لكن هذه يا لميس وانت قديره على طول تفهمي ان في ارتباك كبير في التشكيل، وان هناك من يراجع، وان رئيس الوزراء ليس له علم كبير بالملف الذي يبحث ويختار منه. فاحيانا يختار وكلاء وزارات او بالبيروقراطيه المصريه، بينما نحن نتحدث عن حكومه انقاذ وحكومه سياسيه وحكومه ائتلاف وطني تشمل كل القوى والتيارات على اساس الكفاءه الاساسيه. المشكله ان في كتير الحقيقه
رفضوا الانضمام لحكومة الدكتور الجنزوري، لكن حتى طريقة تفكير غلط. هو راح يفكر في مرشحين للرئاسة يكون نواب الرئيس الوزراء. الحقيقة إن في اعتراضات كتيرة جدا أيضا، يعني بعد 5/6 في مؤسسة جديدة اسمها مرشحين للرئاسة، في كفاءات كبيرة سياسية وكيلة، ويسيب دول في معركة الرئاسة ونذهب إلى شخصيات قابلة للدور العام بس مقتنعة أنها أمام حكومة لها صلاحيات. طيب. الحقيقة النهاردة صورة الحكومة بتهز الطريقة من الاداء، انا اعتقد انها قد تحصل. الحقيقه ان في اعتراضات كبيره ايضا على وزير القوى العامله، يعني بعد الدكتور البرعي وهو كان معروفا عليه الكفاءه والخبره، في اعتراضات من عدد من النقابات المستقله بشكل كبير على الاستاذ السيد البسطويسي وزير القوى العامله. هناك ايضا علامه استفهام على الاستاذ ممتاز السعيد وزيرا للماليه. هو طبعا يعني هو عمل مع عدد كبير من وزراء المالية لمدة تزيد على 40 سنة، يمكن ربما لديه خبرة كبيرة، لكن هل يوحي ذلك بأن الدكتور الجنزوري ربما يريد أن يبقي وزارة المالية الحقيقية في يده يا أستاذ سناوي؟ هو واضح لم يعين نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية باعتبار أنه هو يعني كان بيشغل عمليا مثل هذا المنصب عندما كان وزير التخطيط ونائب لرئيس الوزراء في عهد الدكتور عاطف صدقي. هو يعني بيعتقد انه هو الأكفأ والأدرى بهذا الملف، لكن هذا الحقيقه بيزكي الاتهام التقليدي الذي كان يوجه له عندما كان رئيس الوزراء في التسعينات بفكره التكويش على السلطه. يعني فالمشكله ان في تكويش على السلطه الاقتصاديه، وجايز يكون ليه حق، لان المجلس العسكري الحقيقه سحب منه كل اختصاصات الاخرى، ابقى على وزير الاعلام، ابقى على وزير الخارجيه، طبعا وزير الدفاع يعني فيعني خارج المناقشه، لكن بنتكلم عن كل الوزارات الساديه، رئيس الوزراء المكلف يعني غير مكلف بها الحقيقه، فبالتالي ربما اعتقد ان مجاله الحقيقي هو ملف الملف الاقتصادي. اشكرك استاذ عبد الله السناوي الكاتب الصحفي الكبير.